قال قال رحمه الله: باب من يرث الربع. الربع قلنا غرفة الزوجية، وشرط الزوج عكس شرط الزوجة. الزوج عند عدم الفرع الوارث يأخذ النصف، وجد فرع وارث يأخذ الربع. أما الزوجة فأكثر، عدم الفرع الوارث تأخذ الربع، وجد فرع وارث تأخذ الثمن. نعم. والربع فرض الزوج مع فرع اللزم وزوجة فصاعدا إذا عدم. نعم. باب من يرث الثمن. والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر. نعم. باب من يرث الثلثين. والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. نعم. وقلنا من له النصف طبعا الزوج لا، وأراد أن يبين لك أنه أقل الجمع عند الفرضين كم؟ اثنان. اثنان. نعم. يلا مش. قال رحمه الله: باب من يرث الثلث. باب من يرث الثلث، الأم ترث الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. أشقاء لأب لأم مختلفين، ذكور إناث لا إشكال، المهم جمع اثنان فأكثر. وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، تحفظ زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة النصف والأم تأخذ واحد والأب يأخذ الباقي اثنان، زوجة وأم وأب من أربعة، الزوجة تأخذ واحد، واحد للأم واثنين للأب. نعم. قال رحمه يبقى الله الثاني، معلش، يبقى الثاني الجمع من الإخوة لأم، جمع من الإخوة لأم، ذكور إناث مختلفين لا إشكال، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور أن يكونوا جمع، وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية الذكر كالأنثى، خالفوا الأصل. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال: فهم شركاء في الثلث، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكونوا جمع يقسم عليهم الثلث بالسوية. انتهينا من أصحاب الثلث. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث عدم، والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. نعم. قال: أب وأم مع أحد الزوجين. طيب، هذا الأم، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. نعم. قال رحمه الله: وفرض جمع إخوة لأمي مع تساو بينهم في القسم. ذكرنا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور أن يكونوا جمعا، وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية الذكر كالأنثى. نعم. فهم شركاء.